قد يبدو للوهلة الأولى أن قصة الحسناء والوحشة هي من رواية الخيال، كون أن هناك قصص في الموروثات الشعبية تتناول زواج امرأة حسناء من شخص قبيح، إلا أن حقيقة الرواية هذه مستوحاة من قصة حقيقية لشخص ولد بجسد كثيف الشعر في إحدى جزر الكناري، وتعرف هذه الظاهرة النادرة باسم فرط الإشعار، حيث تصيب إما كامل الجسد أو جزءا محددا، وقد تم دراستها بصورة عميقة عام 2011. واتضح انها تصيب الذكور والاناث، وعدد الحالات الموثقة في التاريخ تقارب 100 حالة، والشخص الذي استلهمت منه القصة يدعى بيتروس كونزالفس، حينما بلغ الشخص المذكور 10 عواما من العمر، تم حبسه في قفص ثم أرسل إلى فرنسا كهدية بمناسبة تتويج ملكها هنري الثاني. بالرغم من كونه محبوسا في زنزانة لمراقبته، وكأنه وحش حقيقي، إلا أن الأطباء لاحظوا أنه قد قرأ صفحة من قصة بينوكيو، فاستنتجوا أنه صبي حقيقي. أخذ مسار حياته اتجاها آخر حينما قرر الملك إعطاء كونزالفس تعليما، إلا أنه لم يظن أن التعليم سيكون ذا نفع له، كونه يحمل صفة حيوان تعوقه عن التعلم. لكن هذا لم يمنع الطفل من إجادة عدة لغات من ضمنها اللاتينية، ويصبح مثقفا بشكل جيد في سلوكيات الطبقة العليا. كونزالفس صار ناجحا جدا لدرجة أنه أصبح عضوا مهما في البلاط الملكي، وقد تمت معاملته على أنه أحد النبلاء، حيث عاش حياة مرفهة إلى أن ظهرت كاثرين في البلاط ووفاة الملك هنري الثاني. تولت زوجة الملك هنري أمور المملكة، ولم تكن معروفة بالطيبة، ويقال أن من ضمن الأمور المستهترة التي أرادت فعلها هي مهمة تزويج كونزالفس امرأة جميلة كي يكون مثارا للسخرية وموضوعا للمرح. وهناك اعتقاد ثاني خلف قرارها، وهي أنها كانت فضولية حول الأطفال الذين سيولدون من زواج وحش من حسناء بعد أن تم زواج كاثرين من كونزالفس. بقى كونزالفس مرتبطا بها لفترة 40 عام، وقد أنجب منها 7 أطفال، وكما مذكور في القصص الشعبية، فقد تعودت كاثرين شيئا فشيئا على حب زوجها الذميم. كان 4 أطفال وربما 5 يحملون أعراض والدهم في كثافة الشعر، وقد تم معاملة العائلة على أنها مصدر للترفيه والسخرية في البلاط الملكي، وكانوا يتجولون في أوروبا على العوائل النبيلة ليتم النظر لهم كما في حديقة الحيوانات، وقد تم شحن بعض أطفالهم كهديتي من البلاط إلى بعض العوائل النبيلة، حيث لم يتغير الاعتقاد إن هؤلاء البشر ليسوا سوى وحوش أليفة. على الرغم من هذا الوضع، إلا أن العائلة كانت تحظى بهدايا جيدة وأموال، مما أبقاهم مرفهين من ناحية السكن والأكل والشرب، ويظهر هذا في اللوحات المرسومة لهم من خلال ارتدائهم للملابس الأنيقة، إلا أنه تمت معاملتهم على أنهم جزء من ملكية النبلاء الذين امتلكوهم.
تم تسجيل وفاة كاثرين عام 1623 في إيطاليا، إلا أن تاريخ وفاة كونزلفيس لم يكن مسجلاً، ربما لكون الناس لم يعتبروه بشراً. بالرغم مما مر به هؤلاء الاثنان لأنهما كانا مضرب الأمثال والقصص على التفاهم والرومانسية بالرغم من كل الظروف.